السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا اليوم محور حلقتنا يخص القطاع السمكي والثروة السمكية، اللي الحقيقة أن الواقع مؤسف تجاه هذه الثروة. كل ما تنشط وتنهض يجي قرار أو يجي فت قدر يهبط هذه الثروة ويخليها تتراجع يوم بعد يوم. هذه الثروة اللي عايشين عليها الكثير من العوائل العراقية بمختلف المحافظات، اليوم ما تختص محافظة واحدة، صح عندنا بعض المحافظات مميزة تكون بهذا الموضوع، ولكن اليوم لو نتكلم انه اغلب المحافظات العراقية بها بحيرات اسماك، بها اقفاص اسماك، بها طرق تربية حديثة وغيرها من هذه المواضيع. في شهر رمضان يعني طلع قرار من وزارة الموارد المائية انه من يوم 1/7 بعد تربية اسماك ماكو، إن كانت بحيرة مجازة أو غير مجازة. ولكن يعني هناك انتقادات لهذا القرار، يعني هل أنه بهذه السرعة يعني ماكو تقليص أنه مثلا 50% 25% وبعدين نبدي؟ يعني كيف اليوم مربي الأسماك يتحمل كل هذه الخسائر بأشهر أو أسابيع قليلة جدا؟ راح نناقش كل هذه القرارات وكل هذه الأمور اللي تخص اليوم القطاع السمكي مع الأستاذ إياد الطالب، رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الاسماك. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك استاذ، الله يخليك. استاذ اياد، دائما برنامج ارض السواد يزوركم ونطلع على البحيرات، ويا ناس توفت الله يرحمهم بسبب هاي الامور اللي صارت، ودائما ذكرناهم في برنامج احمد الشمري الله يحفظه. طبعا الله يرحمه اكيد. ولكن يعني كل ما تطالبون بمواضيع تخدم اليوم الثروة السمكية يطلع قرار يأثر عليكم ويهدم كل طموحات الثروة السمكية. القرار اللي طلع في رمضان انه من يوم 1/7، كيف اليوم يعني عشتوه؟ هل انه تدرون بهذا الموضوع؟ نبلغيكم قبل فترة؟ شلون صارت اليوم الاجواء لمربي الاسماك بهذا القرار؟ طبعا اشكر قناة الايام اللي دائما هي داعمة لمشاريع الأسماك ومربي الأسماك. احنا طبعا كمربي الأسماك او كرئيس اني منظمة، اني ادعو كل مربي الأسماك ان يكونوا مع القانون، القانون فوق الكل ولا نقاش على هذا الموضوع. لكن القضية الأسماك يراد لها دراسات، يراد لها يعني عادة بناء بنية تحتية لهذه المشاريع الكبيرة. يعني احنا من تصير المصيبه يلا نقول يابا احترق بيت فلان، هو اطفاء ما بي مثلا، لو بي اطفاء يصير افضل. احنا بالنسبه للقرار اللي صدر احنا ما حد ناقش، واني كرئيس جمعيه بال يعني بالفيسبوك وكله قلت القانون يطبق على الجميع، لكن هو كان قرار يعني جائر وقرار غير منصف لمربي الاسماك وما مدروس. استاذ ظفر، نعم، مربي الاسماك لديهم شركات 2500 شركة، العفو دونم 2000 دونم، شركات مساهمة بها ملايين المساهمين، مشاريع استراتيجية داعمة للاقتصاد العراقي. يعني هذا المشروع اللي 2000 دونم هو مشروع استراتيجي حال حال أي مصنع بالعراق. يصير تجي الدولة تفلش رأسا غير تدرس الموضوع؟ إذا قال طوارئ، نعم طوارئ طبعا أن يبلغوه يابا أنت في حالة طوارئ، ما عندنا مي، بعد لا تزرع. يعني انا مو ازرع وادب على في نص الكميه نص الطريق يقول لي اوقف. زين، هل درس قانونيا هذا القرار؟ انا عندي مشروع وعندي مساهمين، نعم. زين، شنو مطلوب سلف للدوله؟ زين، انا شنو الاسوي استاذ اياد؟ سؤال، انت مو بهيئه الراي التابعه لوزاره الزراعه؟ لا احنا مو بهيئه الراي، نحضر اجتماعات يستضيفون، نعم يستضيفون كلش قد مع مش احتمال بالسنه مره، يعني بالسنه مرة. او سواها الوزير الخفاجي الرجل استضافنا مرة واحدة، نعم مرة واحدة فقط، نعم استضافنا مرة واحدة وكان الاستضافة بها فائدة كبيرة جدا، وصلنا للحقائق إلى كل هيئة الرأي. نعم، عندكم علاقة مباشرة بوزارة الزراعة؟ عندنا مع مباشر مع معالي السيد الوزير والوكيل الفني والوكيل الإداري. نعم، رأي وزارة الزراعة بهذا الموضوع؟ رأي رجل وكيل الزراعة قال هذا القرار ما يصير، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا قال إحنا كثروا الحيوانية شقا شق الأسماك والدواجن والابقار، اذا الغوا ركن من اركان الوزاره يعني عشان الشغل، وانا ان شاء الله اسعيكم. وبالفعل الرجل هذا السعي اللي سعاه معالي السيد الوزير والوكيل الفني والوكيل الاداري دكتور ميثاق والدكتور مهدي ومعالي الوزير قال شخصيا يتدخل ان شاء الله، وتدخل النتائج بينت يوم امس. نعم، واعلن السيد معالي الوزير الموارد المائيه مشكور
وهذا يعتبر يعني فد انجاز الى مربي الاسماك بان تؤجل الى نهايه السنه. هو هذا قرار يعني هكذا. اذا هو ما حدد فتره زمنيه معينه كموسم. قال انه لحد الى حصاد الاسماك. نعم احنا حصادنا يبدا بشهر 12 او بشهر الواحد. ممتاز. يبدي بشهر الثالث ينتهي بشهر 12 بالواحد. يعني هذه الفتره يعني تسويق الاسماك مالتنا. يعني هذا الموضوع احنا على رجل قرار معالي الوزير الموارد المائيه على المزارع غير مجازه قرار يعني قرار ينفذ. شلون اليوم اوازن واساوي بين المزارع المجازه والغير مجازه بهيش قرارات؟ ومثل ما انه التصريحات الحكوميه تقول انتاج العراق حسب الارقام الرسميه 800 الف طن. لا هاي ارقامنا هاي. ارقامكم ارقام الجمعيه العراقيه تقول 700 الف طن من المزارع الغير مجازه. ليش ما بقى مثلا المزارع المجازه اللي تنتج 100 الف؟ احنا قلت لك مع القانون كل شيء مخالف القانون كمنظمه اني يعني احنا مع القانون. لكن اكو مزارع غير مجازه على النهر الثالث درستها. اكو مزارع غير مجازه على المبازل تنتج الاف الاطنان وخاصه النهر الثالث بمحرمات الى الموارد المائيه 200 متر من اليمين و200 متر من اليسار. وهو نهر الثالث معلوم يدخل ياخذ من النهر الثالث ويرجع الى النهر الثالث. صح. ويعني والوزير السابق طلع على الموضوع شخصيا بعينه يعني شوفت الهيئة. عندنا مفاقس ايضا على المبازل مشاريع. وزاره الزراعه تقول هاي غير صالحه للزراعه، ووزاره الموارد المائيه تقول لا توجد لها حصه مائيه. خلينا ناخذ من المبازل وربي. النهر الثالث اذا على البيئه فالبيئه اكو دراسات موجوده ودكتور لؤي آل جعفر ومجموعه يعني مجموعه شكلها الوزير السابق العادلي وطلعت بحوث وبحوث رسميه وموثقه. نعم. بان افضل المياه البزل افضل من الدجله والفرات لتربيه الاسماك. لتربيه الاسماك والدراسه. نعم. موجوده. نعم. طبعا احبه المشاهدين عندنا فيديو يوضح المعلومات على حول موضوع انه قرار من يبدي من 1/7 لمود موضوع تربيه الاسماك وغيرها من هذا الموضوع. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا هيك قرارات استاذ اياد تحتاج اليوم يعني فرضا انه مثلا يوم رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني وجه او اعطى قرار يوجهه للفلاحين انه السنه القادمه الماء يستخدم تقنيات الري الحديث ما راح ندعمه حكوميا وممكن حتى المحصول مالته ما راح نشتري. نعم. لماذا الى الان لم تتحول تربيه الاسماك في العراق من النظم القديمه الى النظم الحديثه كالنظام المغلق؟ الاستاذ العزيز بالنسبه لموضوع الترشيد والنظام المغلق هي مفتوحه لجائز من سابقا من قديم. لكن النظام المغلق واللي مشكور معالي الوزير اللي يتحدث فيه وزير الموارد المائيه اللي يراد له اهم شيء هو بيه الكهرباء. يعني هذا الشيء الاساسي نوعا هن اللي الكهرباء والفلتر البيولوجيه لهذا الموضوع. نعم. هذا راد المشروع يعني ينضم الى المبادره الزراعيه ويعني يدعم هالمشروع يعوض عندنا. زين انا هسه وعندنا سدود هسه احنا عندنا الاقفاص العائمه يعني ما صار عليها قرار ردم ممكن ان تخفف لنا 25% من احتياجات السوق. ممتاز. كانت قبل الغير مجازه اردمت كل او الغير مجازه الاقفاص والان المشاريع الاحواض الطينيه ايضا تقريبا 90% اغلقت. نعم. احنا بس ان يعني هذا الموضوع عن طريق قناتكم ان الامل الوحيد هي شقين ان يسمحونا باستخدام الابار وهذا شيء مستحيل الموارد اللي ما تقبل به. ليش ما تقبل به؟ لكن انا هسه اني مثل عندنا بالعربي يقول عطشان يكسر الحب وانت تقول حاله طوارئ.
زين تركيا هي سدت المي عندنا دائما وقتية، يعني أنا أسمح إلى بعض المزارع المرخص بها نعم. المجازة تستخدم حفر الآبار، مو حفر آبار عميقة، سطحية آبار سطحية العميقة تكسر يسمونها الصخرة، لا أنا أحفر 20 طبقات الصخور ليش 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 خزين استراتيجي نعم. لكن أنا حسب علمي هاي سطحية هي 20 متر وأقدر يعني أعوض المزارع اللي نعم. مجازة نعم. استاذ اياد يعني السؤال اليوم، هل نجحت تربية الأسماك على المياه الآبار؟ نعم. وين مثل أي تجارب؟ هسه احنا عندنا تجارب يعني كثيرة جدا بالصحراء موجودة أيضا، وعندنا يعني تربية في بحر النجف مزارع، وهذه المزارع تنتج إنتاجية عالية جدا، وحتى الإصابات تدخل بها إصابات البكتيرية، وهذه الإصابات لنسبة الملوحة بها شوية مرتفعة. عندنا مشروع كبير جدا هو هور الدملج الآن مستثمر من قبل القطاع الخاص ومياه 100% من النهر الثالث، يعني الدولة هي مأجرته. زين أنا تأجر الهور الدملج واللي ما تخليني أستخدم هذا النهر. شو تريد مياه؟ تريدون مياه اليومكم تجي أسماك؟ أسعدنا ماي نقدر نستخدم من النهر الثالث والمبازل الفرعين موجودة اللي دبي. يوم من الأيام تم استضافتكم بمجلس الوزراء نعم، وسألت التسؤال قلت أنه إحنا وزارة البيئة ما تقبل نرجع مياه البزل إلى الأنهر، ووزارة الموارد المائية تفرض علينا أنه ترجع لنا مياه. أنا شايف هذا الفيديو نعم. تفرض علينا أن ترجعون المياه إلى الأنهر من البزل، والاثنين إذا ما نفذتوا قراراتهم حتكون عليكم محاكم وقضاء وغيرها من هالأمور. أكو رد الآن؟ لا هذا مو تناقض اليوم؟ هذا المشروع احنا مو هذا المشروع الموضوع أستاذ ظفر. تدري وزارة الزراعة بما يخص الأسماك، أنا ما أحكي على غير قطاع، ده تعمل بقانون 1970 وقانون النظام السابق، يعني من السبعين أنا عندي مزرعة وستين دونة ما سجتها البلدية وصارت بيوت وراها وصارت عمارات ومشاريع، وهي وما يقدر شنو القرار اللي يصير، يعني مشاريع استراتيجية مبنية يقول لك هذا يعني على النظام القديم ما تحدثت. احنا المطلوب هسه أنه الآن سنة 1923 أن تحدث قوانين جديدة لسنة 1923 حسب الظروف. ظروف صارت ما يجقد عدة، يعني أنا عندي مش مهم الدولة مساء تقدر الدولة تشيلة وهو داخل حدود البلدية وتقدر توخره غير مكان؟ أكيد صعبة. طبعا أحبة المشاهدين، أمس كانت هناك زيارة لمعالي وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب، وتحدث حول هذا الموضوع. حقيقة كان أكو هناك مناشدات كبيرة جدا من مربي الأسماك في محافظة واسط عند وصوله إلى المحافظة، وتحدث بموضوعة البحيرات الأسماك والقرار اللي لازم يطبق يوم 1/7. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، واستمعنا وشاهدنا تصريح وزير الموارد المائية. طبعا قبل ما ندخل بتصريح وزير الموارد المائية، هذه بحيرة الأسماك نعم مصدر مياهها اليوم من لما وزارة الموارد المائية تطك لبحيرة أسماك لو لأرض زراعية. أستاذ أنا عندي 100 دونم من تنطيني موافقة الموارد المائية ما تنطيني تضيف لي حصة 100 دونم، لا تنطيني حصة من ضمن حصة الأرض. ها هي حصص أرض. أنا عندي 100 دونم تنطيني بوري أبو 13 يسمونه، ما تكبر لي على هذا المسيح من تنطيني من حصة الأرض، وهذا يعني يعني يفترض أن يدرس. يعني أنا مثلا أريد أسوي بهال 100 دونم أسوي 50 دونم ما يزيدوا الأنبوب، لا نفس الحصة من حصة الأرض اللي هي إيش قد حاسبينها بالرأي. وأبو الأرض بكيف يزرع حيرة من يزرع البيتنجان طماطة شعير حنطة شلب ما حد يقول له، لكن يقول سمك لا ما يصير. وهي نفس الكمية، انا كميتي اشتغل بيها نعم، بس هذا الموضوع هذا هذه هي رؤيه الوزاره الموارد المائيه عندها رؤيه نعم. انا ما اقدر اناقشها عندها نعم. رؤيه بالموضوع. استاذ اياد اليوم نتكلم انه وزير الموارد المائيه عنده تصريح في قناه العراقيه الحكوميه، تكلم حقيقه انه انصدم يوم من الايام اما شاهد كاميرا طائره او هليكوبتر هاي الحكي انه ما ونطلع، يعني مثلا كمثال الرضوانيه قال البحيرات صايرة امتداد مو طبيعي برقم يعني مو طبيعي وأغلبها غير مجازة، يقول هاي تستنزف من الخزين المائي العراقي. فيعني اليوم شنو الحل؟ اليوم وزارة الموارد المائية تقول لك أنا ما عندي مي، أنا ما عندي مي، وأنت كمربي الأسماك
مع احترام لهم تمادوا بصناعة البحيرات الغير مجازة. نعم. فالغي الغير مجازة. واحنا القرار القانون انا بالبدايه قلت القانون يطبق على الجميع. انا مع حضرتك وشفت بس انا اسمع كلمتي استاذ، القانون يطبق على الجميع. مثل شنو؟ يعني انا مو يجي انا يطبق على الفقير والثاني لا. القانون فوق الكل. يعني احنا هذا موضوع الردم المجازه والغير مجازه من النظام السابق ولحد الان، وهاي فلش وابني وفلش وابني وهكذا دوم. احنا موضوعنا يا استاذ العادل، احنا هسه ما ينطونا تراخيص حتى من كان المي هواي. ليش؟ الاجائز بايام النظام السابق منحت الى متنفذين كانوا، وظل الفقير واللي ما عنده خمس دوانم ما حد ينطيه. تقول لك انت بعد 2030 يلا اقدر انطيك اجازه، لان هذا صيب. هسه هذا صارت شحه المي، انكسر هذا القرار وانتهى الموضوع. لكن احنا الان يعني احنا اكو بدائل. نعم. يجب ان يعني انا واني ادعو هذا من هذا المنبر الى دوله رئيس الوزراء المحترم اللي هو مهندس زراعي. نعم. هو ابونا كزراعي يعتبر. نعم. اول مره بحياتنا يصير رئيس وزراء من عندنا وبينا كفلاحين. نعم. هذا رجل انا يعني ارفع له القبعه على راسي اللي احترمه، مو لان وكل العراقيين يحترمونه من لزم الحنطه وباسها. صحيح. هذا دلاله على انه هو فلاح. فاحنا يعني يجب ان تعمل ورشه عمل بين موارد المائيه ووزاره الزراعه والبيئه ومنتجي الاسماك في الامانه العامه، ويضعون النقاط على الحروف. نعم. صدر امر ديواني رقم 10 قبل تقريبا بايام استاذ عادل الدكتور عادل عبد المهدي، وهذا رقم الديواني على صياغه قوانين جديده. واحنا كنا الجمعيه العراقيه من ضمن الحاضرين و16 ليش عطلت هذه الامور؟ الامر الديواني جينا نحدث قوانين كان البيئه والموارد المائيه محترضين على كل قانون، يا بدنا نحدث عنها دا يقول لك احنا على القانون القديم. ولحد الان صدرت تعليمات وانتهى الامر الديواني. نعم. هذا واحد. نعم تفضل. اثنين، احنا نريد، احنا الان في معركه، والمعركه كل ما تخسر الى صفحه ثانيه. يجب علينا احنا نتعاون كمربين اسماك ومع السيد معالي وزير الموارد المائيه، رجل الموارد ما هي ماكو ما يجي معنا معاه. نعم. لكن اقعد انت وبالوزاره وشوف بديل شنو اللي هي. يعني ما تجي تقول لي قف بعد مالي، اكو بدائل. ما طول اكو بدائل اعمل بها ضمن الممكن، واحنا نعم. معاكم. المغلق اللي قاله هو السيد معالي وزير الموارد المائيه مشروع ممتاز، لكن يجب على ان ياب هذا المغلق الا دعم، لازم تدعم الدوله. كهرباء ديزل غير. يعني استاذ عندنا معامل هسه، معامل خسرت مليارات، تقريبا مليونين دولار، 3 ملايين 4 ملايين دولار انبنت هسه، وهسه راح تغلق. هاي شنو مصيرها؟ هاي معامل اعلاف كبيره جدا. نعم. يعني انا بقولكم الناس غلقت استاذي هو مو يجي يغلق لي مشاريع الاسماك، لكن يغلق يعطل المربي، يعطل العامل الحارس، يعطل عامل الصيد، يعطل معمل العلف، يعطل الناقل، يعطل ابو المطعم، يعطل كلها تقعد. هاي كلها ايد عامله. يعني نعم. لازم يكون عندنا بديل. نعم. عفوا الحل شنو؟ نعم. الحل هي تقعد ويانا، نقعد احنا وياها مقابل ونحل المشكله. نعم. نعم. طبعا حبيبي المشاهدين، كاميرا قناه الايام الفضائيه كانت مع منتجي الاسماك خلال حلقة ميدانية لبرنامج أرض السواد في قضاء المدائن، وأيضا كان القرار مستمر أنه يمهم وردمت كثير من البحيرات ونشفت الكثير من البحيرات. خلينا نشوف ردود أفعالهم وراجعين. الوضعية شرح لنا إياها بالتفصيل، إيش دا يصير موضوع البحيرات؟ إيش دا يصير بالثروة السمكية؟ والله أستاذ العزيز، إحنا قطعة ومينة وبحيراتنا نشفت، وإحنا صار لنا 20 سنة هاي البحيرات إحنا بيها وشغلنا بيها واطفالنا بيها وتربينا بيها. قطع رزقنا استاذ هسه. شنو السبب؟ انتوا اكيد اليوم المدائن مثلا بيها دائره ري. صح؟ صح. شنو السبب؟ شنو راجع يقول لك مي ماكو بالشط. احنا ماخذين حصتنا المائيه حصه زراعيه. اي. انا ما صار ما هادر مي، انا المي يجي حصه من طيني انت 12 ساعه 24 ساعه يعني بالاسبوع يومين ينطونا، ليلتين هم مو يومين. اي. ليلتين زين، انت منطيني هاي الحصه مالتي. أنا جاي أقذي بها البحيرات، والمي ما عندنا استهلاك به، المي ذا ناخذه للبحيرات دا يرجع للشط دوار. ما احنا مو ما صار في المي، ما عندنا استهلاك بالمي هواي. نعم.
شكل بدا هذا القرار؟ قرار ردم. قرار ردم أذانا استاذ. أذانا بحيراتنا وقفت، مشاريعنا وقفت. ايش وقت بدا ردموا؟ ايش ردموا وعدكم؟ هاي صار لنا تقريبا 5 أشهر 6 أشهر هاي الشغله بدت علينا. بدوا بها المدان من بدايتها ولحد الان ما خلوا يعني كلها سد المي، بها زراعه ما بها زراعه يردمونها. زين هسه احنا البحيره بيها مي، هاي منين المي مالتها؟ هذا المي قديم صار له 3 أشهر نفس المي. ماكو مي جديد، المشروع مسدود مراد قصدك هذا المشروع؟ على البزل جاي نستخدم البزل. البزل مياه البزل فقط بس. ويمكن اكو قرار ان البزل ايضا يلغى. حتى البزل ممنوع، حتى البير ممنوع. وين نروح؟ اصحاب عوائل. زين هاي العالم مخلصه كليات، طلاب شغل ماكو، عمل ماكو، والناشط رئاسة الوزراء، الناشط وزير الزراعه يشوف لنا حال هاي الصيغه. احنا وين نروح؟ العوائل وين تروح هاي العالم؟ واحنا مو اليوم جايين نجدد، احنا قضينا عمارنا بهاي الشغله من كنا في لحد ما وقعنا اصلا صبخه ما يصير بيها زرع. احنا من ما من لو يصير بيها زرع سويناها، ماكو زرع ما يصير بيها، حولناها الى بحيره اسماك. رجعنا وياكم احبه المشاهدين، شاهدنا اليوم ردود افعال مربيه الثروه السمكيه. اليوم اختارت مربي ثروه سمكيه من الناس البسطاء، يعني مو اللي عنده 1000 مشروع وغير مشاريع وهاي. يعني استاذ اياد يعني كل التعاطف وياكم، انا يعني حقيقه حاولت انه اكون حيادي اليوم بين قرار وزاره الموارد المائيه وبين مربي الاسماك، ولكن يعني عندي حقيقه ميول للثروه السمكيه، انه هذا اليوم دا يصير يعني حقيقه للاسف انه تدمير للثروه السمكيه. صح عندنا احنا ازمه مائيه كبيره جدا، اريد اسالك سؤال يعني سابقا. الان هو يعني المعوق الكبير امام وزاره الموارد المائيه هو موضوع التجاوزات. قبل شلون قاعد تراقب الانهار اهل البحيرات شلون كانوا ياخذون؟ اكو كانت رقابه دائما مستمره؟ انا ما بدي اتكلم تزعل عليه وزاره الموارد المائيه. نعم هم في معركه قاسيه جدا قبل النظام السابق او من السبعينات، كان كل نهر مي 3-4 انهار عليه كارخ يسمونه موظف. هذا الموظف عنده ماطور ويتابع بالأربعة الصبح بالخمسة بالليل، من يغلقون النهر يغلق بعد ما يفتح، إذا فتح يكتب عليه رأساً يعني يحاسب أصحاب النهر. الآن تدري أنت يعني الآن الرقابة، يعني ما أدري أتكلم عن المزارعين يعني أهلنا وإخواننا، هو قفل حاطه مثل الخنجر بجيبه، يجي الساعة 2 يفتحه العفو بثنتين والساعة 8 قفل. ويا بداية الدوام مرة ثانية. زرع بيدونا من وطاري ذبوان على البزل. فصاحت الصحة على المزارع الأسماك، احنا من غرقة البازيل قالوا مربي الأسماك. من عطش قالوا بحيرة الأسماك. أي. فاحنا مثل السمك ماكول ومذموم، يعني احنا لكن لا الأب السمك ثق يترس المي ماي خلاص ياخذ حصته يترسه بعد ما يدور المي، ما يقدر يدور المي هذا مو يعني هي الارتفاع بين المنسوب النهر والهذا. نعم. يعني يشترك ما يقدر، فاحنا يعني مظلومين. زين يوم من الايام استضافتك هنا في برنامج ارض السواد وتكلمت لي انه هناك نقله نوعيه حتكون بتربيه الاسماك بموضوع استخدام مياه البحر، هل نجحت او ما نجحت؟ لحد الان هذا السؤال يسال بوزاره الزراعه واليوم هم زين شنو هو مي مال البحر؟ يعني شنو حيفيدهم مثلا؟ استاذ احنا دول المجاوره لنا الجمهوريه الاسلاميه والكويت نعم والمملكه العربيه السعوديه بها اقفاص عائمه كبيره جدا على البحر، يعني كل قفص يزرع تقريبا 250 طن من الاسماك اللي تعيش على المياه المالحه مثل السبريم وغيرها. هذه الاقفاص يعني مصدره، المملكه العربيه السعوديه تصدر، الجمهوريه الاسلاميه يصدرون من هذه مستفادين، بس احنا شنو المعوق؟ يرادنا يعني صياغه قانون على هذا الموضوع او صياغه. نعم. الاسطول البحر العراقي وين؟ والله هذا يسال علي استاذ عادل المختار. هواي يجيب الطاري. يجيب الطاري. استاذ الاسطول البحري احنا حتى احنا عندنا حقوق صيد بالمياه العالميه. صحيح، على البحار. هذا احنا ممكن نسد خله اللي يصير النقص، وعندنا كانت بواخر كبيره جدا. نعم. البواخر ما اعرف انا ما اعرف عنها، اتوقع هو حل الاسطول العراقي بال 90 فعاد كانت تروح الصيد وتجيب يعني دعم للسوق العراقي، فممكن ان يعني تؤسس شركه وهذا وتبني من جديد. لدينا يعني خبراء
موظفين يعني متقاعدين كبار بهذا الموضوع. اذا طبق القرار اللي وزاره الموارد المائيه تكلمت عنه، سعر كيلو الاسماك بالاسواق المحليه ايش راح يصير؟ هذا احنا لحدنا اغلب مزارعين هاي السنه ما زرعوا يخافون من القرار. الكياب جديه حتى المجازين. نعم. بس احنا عندنا شركات 2500، شركه الشرق الاوسط، شركه الفرات، شركه المناهل، شركه الاثمار، شركه الزرقاء، شهد، باب الكوت ايضا وبالانبار. ما حد قدر يزرع يخاف. ف قل العرض، هو مو احنا صعدنا الاسعار، بس يقولون انتم ليش صعدتوا الاسعار سويتوا ب 9000؟ هو العرض قل، يعني انا ما زاد. طلب نفسه هو. سحب، يعني انا اجي لك بابل في محافظه بابل يوميا تنتج محافظه تسوق الى من 150 الى 200 طن. ما شاء الله. في بابل يوجد اكثر من 80 مفقس. بابل تنتج سنويا 400 مليون اصبعيه معدل نص غرام الى غرام. عاصمه تربيه الاسماك. بابل زين. هاي الاسواق العراقي يعني بعد تعود على الكارب، يعني انت هسه صحيح صحيح فصرف عندنا كبير، اضافه الى الاقليم. هسه انا عندي منا يعني عندي للكويت اكو يدون من عندي اجازه تصدير اسماك كارب لدول الخليج. بعد ان تمرت يعني مقبوله يعني رادوا اكو طلب خارجي. نعم 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 نعم. فاحنا عندنا بس شنو المطلوب؟ يعني احنا هذا مو راسا نسده، خلي كل ما يقل العرض يزيد السعر. اكو بدائل استاذنا، احنا نريد ان نتعاون. زين السؤال، اذا كان البير مجاز هل يستطيع انه يربي اسماك عليه؟ نعم. الا مجاز. اي ما الا مجاز. احنا هسه يقول خزين للاجيال القادمه. هو الاب اذا مات والجيل حالي موجوع. لا الاب اذا مات الابن شو يسوي؟ حاله طارئ. نعم. استاذ هو كلمه طوارئ كل شيء يعني يصير به، طوارئ ان نستخدم البير بحاله الطوارئ. نعم. واحنا احنا من هذا المكان ايضا ونقول يعني نريد باسم رئيس الوزراء المحترم السوداني ناشد تركيا جارتنا الحبيبه العزيزه، جارك ثم جارك ثم جارك، ان تنظر لنا بهذا الموضوع. شحه المياه هم مسلمين، مو هم ناس مسلمين، كرئيس جمهوريه والشعب التركي الجار مسلم. انتخابات هم لا. نعم. احنا ترى الدنيا هكذا، يعني مو هكذا، احنا ندعوهم ان يحلون مشكله المياه. يعني دعنا من تركيا الحبيبه والصديقه، لا خلي اليوم ندخل بسياسه. اليوم انا مصلحه بلدي اولا، مثل ما انت اكيد تفضل مصلحه بلدنا. انه العراق وتقريبا اكبر بلد بالشرق الاوسط يستورد من تركيا، هل انت مع استخدام اليوم كجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك الورقه الاقتصاديه مع تركيا؟ والله استاذ اني يعني اسوي اي شيء من اجل ان ابني وابوي واخوه الا يجوع. كل الاوراق استخدمها من اجل بلدي اولا. نعم. يعني انت اكو مثل يقول اني واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. صحيح. يعني احنا شعب العراق، يعني العراق يعني هذا العراق يجي تالي يقطعون على المي ويموتون؟ لا ما يصير. العراق بمشاريع استراتيجيه كبيره، هي المتنفعه الوحيده من المشاريع الاستراتيجيه تركيا هي بالعراق. صحيح. ليش هيك؟ نافذ اقتصادي. انا ما لي علاقه بالسياسه. نعم. احنا نتكلم اكيد اقتصاد وواقع. طبعا احب المشاهدين ايضا نستمر مع ردود افعال مربي الثروه السمكيه في قضاء المدائن، واللي حقيقه غضب كبير جدا على قرارات وزاره الموارد المائيه. طبعا ابو سيف، خلي نبدي موضوع انه شفنا كلام ابو سيف الدليمي، هو واقع حال ويمثلكم بكل الكلام اللي صار. اريد تجربتك الشخصيه، انت كم بحيره عندك مثلا؟ جيت كانت تنتج، الان وين صفى بيهن الدهر؟ الردمين وين؟ يابسه يابسه بحيرات يابسه قطعوا رزقنا. احنا الناشد رئيس الوزراء وزير الزراعه. وزير الموارد المائيه. هذا قرارهم. اي. احنا وراد وزاره الموارد المائيه. اي ثلاث امه يعني رئيس الوزراء وزير زراعه وموارد مائيه. يعني قطع الارزاق هاي العالم كلها عايش عليها. الخريج يشتغل، الفلاح يشتغل، الطالب يشتغل، ابو السياره يشتغل، العامل يشتغل. يعني هاي ابو العلف. ابو العلف اذا ما مطلوب له انا 50 مليون هسه. زين باكر انا شبع منطيه. راح اطلع رشاشه براسي لو يكتمي. لا ان شاء الله ما توصل. اي العاد يريد رزق الاخوه ان شاء الله كليتهم. لو نروحنا للسجن احنا وعوائلنا، لعوين نروح؟ زين ابو سيف خلني احد نفصلها اليوم للعالم. انت بحيراتك مجازه لو لا؟ بصراحه مجازه. مجازه. ايه.
جيد انه حتى المجازر راح تلغي، حتى المجازر دموا الارهر مالتها وهم منطينا حصه 3 ليالي بالاسبوع، ليالي مو نهار وليل. بس يعني هو قصد المراشل انه استخدموها مثل للتربيه للثروه الحيوانيه وللزراعيه، لو يقول لك مثل بس تزرع بيها هاي. لا لا هي شات السمك اطلعوا ليلة ويوم دموا الارهر مالتنا، يابا ليش يقول لك ردم؟ ردم غير تنطينا فتره محدده، يعني احنا وين نروح؟ على الله وعلى السمك هذا عايشين. زين ردموا اجوكم غير تبليغ يا بحر؟ لا لا قبل عبر الشفل وردمه مفاجأة، واحنا رابطين هسه سمك، هذا موسم يعني اذا ماكو مي السمك يموت، انا وين نروح؟ وين ينطجونا؟ احنا على الله وعليهم ويباعونا احنا شعبهم. هي بعد ما صارت يقول لك كيلو 10 زين والسمك صعد. والله احنا ما بعنا يوم باربعه كلها ب2.5 و3 زين، وكنا مغذين المدائن وبغداد كلها. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. استاذ اياد، نتكلم اليوم بامل ان شاء الله انه بلكي تنحل هذه الامور، يعني هل انه هذا القرار خلاص انه لا يجب ان يطبق، بس ممكن انه بعد شهر جزء وارداتنا تزيد، اكو هيك امل ممكن المفاوض العراقي ينجح؟ نعم، احنا قبل شويه من حكيت على البلدي وهاي، طبعا هي رؤيه الحكومه هي الافهم هذا الموضوع ويعرف. احنا ما نريد بعد مثل عن جهات قبل صحيح والعركات وهاي، الدوله الان تحت السياسه هي فوق الكل، لكن ممكن ان بالسياسه ان تعمل هذا الموضوع وتحل المشكله. احنا عملنا يعني بدوله رئيس الوزراء المحترم، نعم هو عرف هو سياسته وعنده رؤيه بهذا الموضوع، والمفاوضات ان شاء الله تجري بهذا الموضوع. طبعا فرج رب العالمين بالدقائق اكيد، وشفت مثل ما صار المطر الزراعي، لا المطر من نقطه الدنيا، احنا تاملنا بالخير، جانا رئيس الوزراء وجا الخير وياه والمطر، ان امل امن دوله رئيس الوزراء المحترم ان يدز وفود تفاوض، حتى انا اقدر اتجمع الاني يعني من التجمعات الشعبيه المربي الاسماك ان نروح الى تركيا مع تحت غطاء الحكومه العراقيه شعبي وحكومي حكومي، ان هذا من باكر اجمع مئات الناس ومن مشايخ العراق، استاذ كل محافظه من مشايخها وبفقرائها وبزناقينها عندها مزارع سمكيه. صحيح. يعني احنا شنو هذا الموضوع ما نبقى عليه هيك، احنا ما نريد نقول لو فلان كان، لا نعم فلان كان عن جهي، لكن احنا دوله رئيس الوزراء رجال عنده سياسه صحيحه، احنا بعد وبالسياسه كل شيء يصير. نعم. واحنا هذا ايضا مقترح من حضرتك اللي أن انه تروح وفد شعبي مع وفد شعبي نعم. من مربي الاسماك مع اي شخص وعلى حساب الوفد على حساب الجمعيه ايضا. ممتاز. زين نروح الى تركيا واحنا حتى نعم. تحل لنا استاذ اياد، اريد نفتح يعني ايضا موضوع بالجزء بالبارت السابق تحدثت عن انه هناك ايضا تربيه في كردستان. نعم. نعم، هيك قرارات تطبق على مربي كردستان لو ما تطبق؟ لا. في القرار يطلع من وزارة الزراعة إلى كل المديريات إلى كل ما عدا هو المياه مو ثروة مثل النفط توزع على الجميع. الآن أكو مشروع على سدة الموصل، أكبر مشروع راح ينتج أسماك بالعراق. أها. كل قفص ينتج 250 طن تابع لكردستان. مشاريع استراتيجية كبيرة، يعني عندهم مي، هو يطلع المي منين؟ من العين يستخدمونه، وكان قبل يروح للنهر يعني. يستخدمونه ويضبونه، شلون احنا ناخذ المي البزل ونزرع به ونرجع للنهر الثالث؟ هم ناس عندهم رؤيه يقول لك من العين استخدمه سووا به مي. زين هاي عدم عداله اليوم بين المحافظات الوسط والجنوب، انه ما انه موضوع التربيه للاسماك تقيد بهذا الطريق وبالشمال مفتوحه. والله استاذ انا من اروح الوزير الزراعه المحترم الرجال يحكي لي على ضمن اللي يقدر عليها البقعه الجغرافيه مسؤوليته. نعم، ووزير الموارد السيد معالي وزير الموارد المائيه ايضا، هذا الموضوع يعني هو يعني بين حكومه يعني مركزيه وحكومه الاقليم. نعم. الان بدات المشاريع السمكيه بالاقليم كردستان هي الصدر اللي قاعد تجيب لنا سمك. هسه احنا نجيب من الاقليم طقطق والدوز و و و مشاريع بها. معامل الاعلاف، عشرات المعامل تنتج الاف الاطنان باربيل وسليمانيه. هو اغلب المستثمرين اللي كانوا بالوسط والجنوب هم راحوا للشمال. نعم استاذ. يعني تسهيلات بالاستثمار. نعم نعم، اكو تسهيلات بالاستثمار وتسهيلات بامور كثيره جدا. وانا اقول لك هسه شيء واحد، احنا هسه اكو مواد نجيبها مواد علفيه. وهذا الكلام موجود هسه. تاجر قام ما يدخلها على البصره، قام يفرها منك على الاقليم ويجيبها لان التسهيلات
ويمكن 2% ياخذون، تذكر باللقاء نعم بالامانه نعم العامه. نعم 2% واذا خليها اربع ساعات. تجي على المنافذ مالتنا يعني ظلت ثلاث ايام البضاعه واقفه. نعم. يجي ياخذون فحص منها من البصره. نعم. يجي لجنه من بغداد تاخذ فحص من البصره تجيبها لبغداد. هاي الوعد. تطلع النتيجه ولما يرجعون البصره يلا يطلقونه، وهي تنحسب على المربي. مصيبه. استاذ اياد اليوم اريد اعرف اليوم الطاقه اليوم اليد العامله بالقطاع السمكه، عندكم ارقام عليها ايش قد عايشين على هذا القطاع؟ والله استاذ الاف العاملين. يعني احكي لك شيء، معمل علف خلينا نقول معمل الهادي دكتور قحطان المعموري. نعم. يمكن بيه اكثر من 26 عامل. المزرعة أسماك الشركة بيها 9 عوائل، كل عائلة بيها 8 نفرات، اضرب هاي كلها عايشة وين؟ على هذا المزرعة. هذا المزرعة. زين. سايق أبو علوة، علوة مش علاوي الأسماك أستاذ ظفر، أنا عندي مأجر علوة من الدولة ب 300 مليون مأجرها سنوياً. نعم، هاي في بابل؟ كل المحافظة اكو علاوي أسماك، علاوي الدولة البلدية تأجرها. نعم. هذا وين يروح؟ يعني انا مثل ما ادرس قطاع المي لازم ادرس هاي الشريحه تاثيراته. لا شنو اسوي لهم؟ فلاحين الشلب بالنجف من صار مي قالوا لا تربون ماكو مي، عوضوهم كلهم انطوهم مليون ملايين الدنانير وهذا استحقاقهم. زين انا شنو فرقنا بالشلب؟ ليش ابو الاسماك لحد الان حتى تعويضات 19 ما مشت؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ تعويض يعني هاي صارت يعني انت كل ما نقعد هاي 4 وزارة 3 وزراء صحيح 3 وزراء بزمن الارض السواد لحد ما صار حد ما سلمنا وهاي شيء والله العظيم يعني يعني شنو ردهم اليوم شنو ردهم؟ يقول لك مثلا انت ابو اسماك ربيت تربيه وتعبت وفلوس وهذه الامور، في بعض البحيرات صارت ازمه الفيروس وغيرها، والان ازمه قطع اليوم ردم البحيرات وتجفيف البحيرات، ليش ما يعطيكم التعويض؟ الرد الحكومي شنو؟ والله كتابنا وكتابكم وطمر واتلاف والوزاره الموارد الماليه والكتاب الامانه العامه، احنا ناس ضالين ننتظر وبس الناس يعني حس احنا ما عندنا واحد نقصر عليه. نعم. بس هي كل سنه موازنه وصارت ورفعت من الموازنه، لنا امل كبير بهذه السنه، والان الخزعلي فالح الخزعلي رئيس لجنه المياه والاعوار تبني الموضوع هذا، واكثر من هذا ان امل بدوله رئيس الوزراء المحترم. نعم. قلت ابونا هو ابو العراقيين لكن احنا ابونا وحدنا الفلاح. خلي من كبر نقول اخونا، هو مواليد 70. لا ابونا تدري ليش؟ نعم. لان هو مهندس زراعي. ايه. فالمهندس يعرف بكل شغلات كل تفاصيل قطاع الزراعي. ايه فاحنا ان امل بهذا الرجل. نعم. والله هذا الرجل انا مره ثانيه اقول لك الله شاهد، رجل من حب النعمة الله وحب الحنطة شاف ترى هذا ابن خير فلاح، فإن أمل كبير به وإن شاء الله يحل مشكلة التعويض ويشكل لجنة تجتمع. نعم. من كل اللي اختقدنا ورشة عمل حتى يحلون مشكلتنا. احنا مع حضراتكم اليوم كربي أسماك، ولكن أستاذ أياد أنت يوم رئيس جمعية وجمعية مهمة جدا اليوم بالقطاع السمك بالعراق، أريد توصل رسالة من خلال كامرتك إلى مربي الأسماك اللي حقيقة في بعض الأحيان يقامون القوات الأمنية ويقامون اللجان اللي تطبق القوانين بحقيقه باشتباكات وغيرها من هذا، ما اريد افتح هذا الملف، فاليوم شو تحب توجه كلمه لكل مربي الاسماك؟ والله انا هذا الموضوع اول ما صار عارضت عليه، يا اخي هو دا يجيك اخوك واخوي دا يطبق القانون والقانون فوق الكل. انا ما يجوز اني اخالف القانون واضرب هذا الرجل اللي جاي دا يطبق القانون. احنا المخالف يجب ان يردع. احنا دوله واكو رئيس وزراء واكو جيش واكو شرطه، اللي يقوله تقوله الحكومة نطبقه. هي الحكومة مو ضدنا يا أخي، بس تريد توفر فرصة مي إلك ولأخوك ولابن عمك وللجميع. نعم. هسه احنا مو نحسي مرات معالي وزير الموارد المائية الرجال يصيح إله لو يريد يطبق العدالة. يعني عدالة القانون يجب أن يطبق. وأدعو مربي الأسماك أخواني، هذول أخوتكم، هذول أهلكم، يعني أنتم تروح احنا نصير معاهم لو نصير ضدهم؟ لا، احنا يجب علينا نساعدهم ونقف وياهم ونطبق اللي متجاوز ان يسد النار مالته حتى يكون وبالقناة الايام من هذا المكان. ادعوكم باسم العداله باسم الانسانيه حتى الكل تشرب مي، وهذا المواطن او الرجل الامن الجايك هو يريد يحميك اولا.
نعم نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ أياد الطالب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك على كل هذه المعلومات، ونحن متعاطفين اليوم كإعلام عراقي كقناة أيام كبرنامج أرض السواد مع حضراتكم، وإن شاء الله نستمر بفتح هيك ملفات اليوم تخدم اليوم القطاع السمكي والاقتصاد العراقي عموما. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يخليك، الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين يعني حقيقة قبل الختام أنه علاقتنا طيبة وعظيمة مع وزارة الموارد المائية، ولكن العلاقات من يوم أمس كانوا يتمنون أنه شخص يمثل الوزارة إن كان متحدث رسمي أو مدير عام، على حتى صحيح أن هناك طرفين والطرفين واحد يحترم الآخر كمربي أسماك. اليوم وجود أستاذ أياد الطالبي وردنا أنه شخصية تمثل اليوم الرأي الحكومي بوزارة الموارد المائية، ولكن للأسف يعني عندهم التزامات أخرى، ممكن التزامات عملية وغيرها من هذا الموضوع. فاليوم رسالتنا إحنا مو مع طرف ضد طرف آخر، إحنا اليوم مع الحق، مع توزيع عادل للمياه بمختلف المحافظات العراقية، يعني من يعني الظلم، وكل احترامنا لإخوتنا وشعبنا في كردستان يعني إنه يربون أسماك بحرية بكميات المياه اللي تعجبهم، وتجي بعد من محافظة كركوك إلى البصرة والمحافظات الوسطى إنه صعب تربية الأسماك بسبب هذه القرارات. فطبق القانون على الجميع ويطبق هذا القانون. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى على الصحة والخير والبركة والعافية. إلى اللقاء.